فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ألا يدل حديث عبادة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة تكاسل لا يكفر، لأنه في الحديث إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ ما تركها، ما في الحديث أنه تركها، في الحديث لم يحافظ عليها يا أخي، لم يحافظ على وقتها، يصلي بغير الوقت، لم يحافظ على صلاة الجماعة، صلي منفردة، فهو لم يحافظ على، ما قال أنه تركها، يقول لم يحافظ عليها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.